ماذا عن تحركات القيادات والأنظمة العربية الـ22؟ الاجتماع اللي جاي اجتماع قمة، اجتماع عاجل، اجتماع عاجل يشكر عليه الأمين العام للجامعة انه اشتغل على هذا الاجتماع، لكنه ليس اجتماع قمة عاجل. ده من ناحية. الناحية الثانية هنا بقى ده السؤال، كيف سوف تتصرف القيادات والأنظمة العربية في حال لا قدر الله ترامب نفذ الموضوع بتاع النقل من بكرة؟ أنا في تقديري أنه هذه القيادات مفروض، يعني إذا اجتمع وزارة الخارجية هم نفسهم ياخدوا قرار بالقمة العربية. مفروض. نمرة اثنين، إذا اجتمعت القمة العربية دي تاخد قرار بإدانة القرار الأمريكي وإحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. حلو. بحيث يتاخد قرار بإدانة الموقف الأمريكي، والأغلبية جاهزة ومعانا. إدانة الموقف الأمريكي الذي أقدم على خطوة معناها الانحياز إلى الاحتلال وضد الشرعية الدولية وقرارات الشرعية الدولية اللي من سنة 48 حتى الآن. صحيح. نمرة الثلاثة، الدعم الكامل للقيادات الفلسطينية من أجل مقاومة شعبية للاحتلال. والمقاومة الشعبية بتاخد أشكال عديدة، حتى مش لازم بالسلاح، في مظاهرات، في صدامات في مع جنود الاحتلال، في محاصرة لأماكن معينة يمارس فيها الاحتلال أنشطة معادية إلى آخره. أنا في تقديري أيضا أنه كل المنظمات الإقليمية في العالم أو الدولية، سواء منتدى شنغهاي أو البريكس أو التضامن الأفريقي الآسيوي اللي هيحتفل اليومين الجايين بمرور 60 سنة على تأسيسه في القاهرة، وهيجتمعوا في القاهرة، والاجتماع هيبقى خطير. منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، حتى دول أمريكا اللاتينية معانا، نعبئ العالم كله ضد، نستطيع بس بجدية أن نعزل أمريكا وإسرائيل عن الساحة الدولية، وخاصة أن أمريكا في أضعف حالاتها الآن، وبعد ما كانت دول أوروبا تسير وراء أمريكا في كل خطوة انسلخت وأصبحت تأخذ مواقف مستقلة عن أمريكا. أما عن روسيا فهي بتعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية بتشن حرب باردة جديدة تهدد السلام العالمي.